كره ثابته خلي الشمام قائد الفريق ينفذ راسيه وهدف. هذا الهدف الاول لصالح الترجي الرياضي، تسديده راسيه من منتصر التربي بعد كره ثابته من خليل شمام. منتصر التربي يسجل الهدف الاول لصالح الترجي في توقيت 18 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول. او امامكم منتصر التربي صعود بامتياز والتسديد الاتحاد بن قردين، هذه التوزيعه مازلت الكره والهدف الثاني بالفعل، الهدف الثاني، الهدف الثاني للترجي. اللاعب المره ذي على ما يبدو هيثم جويني، هيثم جويني يضيف الهدف الثاني. وكنا تحدثنا مطولا على عنصر الكره الثابته في الترجي تقريبا المباراة على الأقل في ال 25 دقيقة الأولى تلعبت على كرة ثابتة، زوز بشيء للترجي من كرة ثابتة الأول جاء عن طريق منتصر. الكرة الثابتة تلعب بالكرة خطيرة في القائم الثاني، والحكم صفر ضربة جزاء بعد هذه العملية لصالح اتحاد بن قردين. لا فائدة من النقاش، الحكم محمد شعبان خذ القرار ماهوش باش يتراجع. ننتظر التنفيذ. التنفيذ ممتاز ممتاز، تسعد الجزيري يسجل يذلل الفارق في الدقيقة 41 لصالح اتحاد بن قردين 2-1 في هذا الشوط الأول. هدف اسعد الجزيري. الميركاتو باسماء كبيره سواء في الكره التونسيه ولا الجانب هذه الكره، وهذه فرصه الهدف الثاني، هدف التعادل اسعد الجزيري. كنت نتحدث على الهجوم اتحاد بن قردين، ولاسعد الجزيري، لاسعد الجزيري يعدل الكفه، يعدل النتيجه 2-2. العوده من جديد للاتحاد بعد ما كان متخلف بنتيجه 2-0. اتحاد بن قردين في مره اولى بضربه جزاء، وفي مره ثانيه لاسعد الجزيري يضيف الثاني، وبالتالي التعادل والمباراة عادت لنقطة البداية. شكيب 2-2 وثنائية لأسعد الجزيري، وفرحة كبيرة لأحباء اتحاد بن قردين بهدف التعادل، هدف